لكن ما أهم ميل لهود عيسته ومسات شو قراءة أما بفشوه ربو نسيت عيني ما نسيت ترى قال كان اسمه هي مرجع نسيته هو يمر يهاي كان شيته وحرب سوريا ولا واحد ما أمرني وأنا ما أقبل أنا يا مسيس ما حد كان يمر في حزبي حزبي كل مكان برامي أو كل برامي يبغى يسوي يقول لندن يذكر تامر لما تم حيث واجب والسن على الوراء على الضوض وأخذت هلك على سبت سنة على سبت سنة سنة وانتهلاء على ذلك الوصف حتى الدور يلقى شيء هذا الدور يوحى الدور يوحى الهرمو يوحى الدمر يا عيته تابيت هو مبرك سنة هو شعب هو مبرك الوصف مركان أنا مسألة دولة حدودنا يير وهاي ودولة يا والله قمرها قرر هذا قمرها دولة يسوق هذا ما يير حسب هذا المعارض في هذا المعارض هذا ما يبي أبو شلا أبي لا يقدري كما الله كبير كما الله عز وجل وحكى على رب الحوين هذا كان ما هذا يا وعلى إلى يوم كل هذا التهيتان شعبي ديدي شعبي شديدي تدكي لاي فلا يا أبوي مي يهك شرقا ولا أيه ولا قال يا مدراني حلوه يا سنود أبي أنت وقري وحك الدين أحد أحسن صحبات صباقا أهو شك الله حكرا أن الله أبوه هو من قال الله أبوه إما أفوه الله إقدر لي إنا كتب سنو وقب سنو فروشن هذا روشن إياك أنا ساسي لك لكن ما ها هذي تريد اللي يلو يا يلو قعدت له في قدر الشر تاسو الله إنت أنا فاطي في قدر الله يا الله يا تسو كان فاطي ورد الله يا مولان وشهد كل مزور الماضي وحيد عيو رعي قدر تيمايو وانا سلمي أولياء الله رسوله لي أخيار وسلطان الله أمر عليه وسلم وإني مدين دمي بوتي دمي مرمك هيني ما كشف الله على وحى هذي أودك أخياتها لما تقول هذي أولياء بوتي سلام وعلي تلاموه رسا وهم مرات الوحيد وحك سويت يستي يوم حصلها ستة أتودي إنسان تود حكومة سوري ما أنا وحكومة سوري أنا بقول كعبة الله ما كعبة وهذا ممكن يعني كم قالوا لك هذا الدنيا الله ما هو الله وإذا كنت مسلم يا مسلم توافق وحكومة وهذا أريد أن أذكر أحد محكمة بشكل كرسول كهية أريد كرسول بشكل ما أنا كيف أريد كرسول كهية مرة هذه كره النباتات يوحي إلى الكبوي في أرض سامح كرباي وهذا اللي بشأن يروح على الجول إلى حفوظ على الدم جوا كرباي وبويسكي في حرارتي يوم هي هوشة ما كان قابل سري وزاري وأنا إلى هذا الأرض الحوين إما كان جوا كرباي وكان صار وهو هو تحسيني قرب واحد طبعا لماذا هاي دي أمي قال أنا قابل سري محكمة بيجي إيه تبيعيه وشنو كل شيء يعني إني درست حكومة مدرسة صارت مهمة سلام الله عليه فقال إنه هو وحامة تلوش كده هو بارو مرة ولا يشوف مدرسة ليه تدرس يا بابا هو هو ما تسوي لي وما هم كي ما بقى أنا ليه ما ليه ويجي الحكومة تدور تاسكا تدخل كده هذا سوري قول إذا ما لعب بوليس كهذا إذا تصل بده شغله وهم يلا ترك هالكوي وقاطعه اللي قالوا إيه هذا لا قاطعه ما هو هذا سوري ما هو هذا الصور
odayaashii saadiintii iyo tuuriintii labada walaal ee dhimay marka waxa la yiraahdo waa musaa waa soo dhaweey kan calaawo u taalo waa in ay waxay taalo qofkiisa sheegta war waxaa la dhaafi karo waxaana waa la qaadan karaa dhalabaha dabeetana guddiga waa yimid waa la yimid wax la yiraahdo odayaasha waajibkii loo gudatay jasaakumullah khayr waa salaamushee waa kula keenteen labadii qodobna waa qorada in maanta waata la soo kaaray markii dee waxay ka dambeeya kala cabashada siyaasiyiinta iyo xisbiyada iyo dulkuurkooda odayaasha waa wata qabaaya in fursad qaata labada qodobaha ay joogeen dee baa la hadlayno sidoo kale odayaashii isku wadacnay waa la yimid maalabaad waa la keenay waa dacwada oo ah anaga odayaa maxkamada inaan ku baro waa idan noo qaada ayay keeneen warradii bay akhriyeen warmada hoolaa caalamka baararaha ingiriiska ka maraykanka dad adduunyaa ceebtayda ogaada adduunyada xumaantayda ogaada odayu waxaa saartay meel kasoo ka tugo oo la keenay waa la akhriyey qodobadu waa laga jawaabay mudoba wixii ay ka waraysay xukuumadu waa ka jawaabtay waxaa la yidhi maalinkan waa la isoo rada maslaxaadii waxaa la yidhi waayaale dee taasi waxay inuu baxday istaafa halkaan ka gudubno inagu dad soo garayaa aan haddaba maxaa xara inagu isweydiin walaaladu waxay ahayd ha qurcadaasa ina go-an tahay odayaaloo waxaan ka dhaha labada oday weynaa gudoomiyaha baarlamaanka in badan war ma yaren mar isaraka war mar isaraka war arrinta halkeen maalinta mar iskaaciyay waa cadajiya kudheer bay tageen maraa saacada bay wahda waxa dhaa miyaa waxba gudasha wixii aanu soo qorsanay maya waxbada xalinba waa la soo arrintii anagoo diyaara labati a hawl baa dhacday aasidii baa kurcada oo laba imaan in laba tegey maalabaadi farrin baa lay keenay waxay qoladii wadanee qule gaarkii kuduwaysay marxaba haddana maalintii aan isugaya aroodaa waxaa dhahdeenmadii qoladii wey waxaa toogtay odayga saleemaan waxay dhahdeen adiga waxaan arkaynaa guddoomiyaha labadii guddoomiye qura haddana marxaba ahlan wasahlan labadii guddoomiye arkeen golaha guusa ku arkeen aniga waxay labadii oday labada dad xiran waa xisbiga nimankii waa dowlada labada xisbiga iyo madaxdoodii niman caraysan oo annaga naga cado labadeeda oday oo ah haddaydaan gar noo qaadeen waa naga guysan wakti waa naga guysan iyo hawl badan aan ku deen baronsaan isu haysano nimankaasi waa caraysnaayeen waxaa nagu yidhaahdeen dad kale oo maha sheekaa maaday adiga waxaan kuaa dulqaadda ogow baronsaasi dee hadday caawa isku noqdaa oo gaan cadhaysan ahaayeen dee soo noqdaan hal arko hadday hadlaanna adiga mallaba dulqaa iyo inaad xagga degan karto tina waaa intaasaa maxaa walaalayo aan isku qabanaada ee imakaa isku hayda ay fagaaraha ka shaqeyn ka cadaysay xisbiyada mucaaradku waxay fagaaraha ka shaqeynaa diidayhi saddex qodob oo isku ogoolahay ayaa haddana midoba cilad la dhigay midoba cilad bay ku jiraan waxa lagu tobankii sano xisbiyada ka fulaayo waa shaqi maxkamada waa hurtay waa qarqooda laakiin doorasho ma dhigi karaa marka la cusbay saddexda qodobaa loo sheeginaya ilaa baarlamaan sharci cusub soo qoyo ururada la furaya ee kharashka oogaya doorashada madaxweynaha geli maayayaa in saddexdan xisbiyada ku gelayna waa furaya xisbiga waa kuwaas oo shaqadooda socota ururada cusub aruntaa waxaa hadee shaqi lahay maxkamaddu waxay aafurtay in marfuriya maxkamadda yay waxu kala qaaday yay waxu kala qabtay waxay waxu kala qaaday dad madaliyiina muwaadiniin tobanka sane sugaayeen oo yiri waa waqtigii xisbiga fulaha loo iyo qolal baarlamaan qolanta iyagu sqabsade usoo gudbiyey maxkamadda noo fasila qodob oo iyaga kiiskoodii naashay waxay u hubtay
يا
Soomaali Suudaanees Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena.